العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. فرمي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. باسي روشي أو نافاكانا كأو دروانا واتا أو منافقانا باسكا. فرمي أمانا خو روشي أنوايا إذا لما تاكتيكا بكاري أبن قريك يعني هردو لك رازيكا، يعني هم أيانوي إيمان داران رازيكا، هم أيانوي دارو دستكي خوشان كالسر ديني أوانن وديني إسلام، يعني أوان رازيكا. قال وإذا لقوا الذين آمنوا هر وقت كتوشي إيمان داران أبن قالوا هو بجيهناني بوي أوان ألين آمنا إيمان من هناو بس إيمان إخوانك. ولي وإذا خلوا إلى شياطينهم أما هر وقت كأجر لقل قول كاني خويا خلوت ينكر وتأجر مسلمانان ينبجي يواو شونو بولاي سروك كاني خويا لو كاتدا قالوا أغين إنا معكم إيه مهر لقل إيوي لسر ياساكي جاراني أي أفرسن بوشي شو بوشي شو نتان آمنا أو باور إيمان وكتوا كان بوشي جلبري ألين إنما نحن مستهزئون، ألين إما تنها أو نيك قال تمان كردوا با مسلمانان وتك شو إيمان من دربري و قال تمان با مسلمانان كردوا إنا براس ما نبو يما هر لسر دينك الجاران ما ينوى جالي لا لبرو أو سؤال ما تلاح به رجال كيشا أخوائي قولا باسي منافق كاني بودع مزران. فرمي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بس أواني واكد فرمي كومالي لنا وخلقا هن بدم إيمان در برن علين إما باور من هيا بخوا باور من هيا بالروجي دوائي تشي لقل أوشا خي أم باور در برن باور يعني دياني ليوا أوان أوابو أويكا إما لكي شعو تمانا ادعاء إيمانيا كذو بدمو وأمجارة بدرو كراو نفسه ديارة أي ليراتي ليريش أخوه رواية شن أمان ظاهرة كي أغي أقل توشي إيمان دارانا بن أغين آمنا لماش رواية قياني أمجار كأسنوب ولا يقول ركاني خويان أغين إيمان مانية أها لكي شعو إثبات إيمانك بو خويان لولا شوا ديارة ما في إيمانك كانوا لخويان لماذا إثبات إيماني لفظية الأخوان كذو إدعاء أخوائي قولنا في إيمانك إليه كردونه بس خو أمدوانها الأخوة يقوى كواتا أشيء ما تكرار بي أما علينا أما بيان لمعاملتهم مع المؤمنين والكفار يجي أما رون كروية دور رفتار كالبني أما فاكان لقل إيمان داران وكافركانشا، يعني أما بيان تاكتيكا وأعتقد شون إيمان لم فزعب أجل شون بسادي لم فزعب هم لقل إيمان دارانا بينو هم لقل أواني شابي وفق لقل كابرة كاني شابي وقل كابرة ينترسي وتيان تو خرمات قرأك يا ميوش كان يا نخوي أو إذن ذكر عداني كيها وياوتي خرمش وهم خرماتي بي هم ميوشكي بياني تاكتيكا أي أويلة يشوت من ومن الناس عليه وما صدرت به القصة آخر داستانك لو من الناس ودسبيك أويك قصة كيف دسبيك را باشا كراب دسبيك داستانك أو فمساقة يا فمساقة لبيان مذهبهم أو هر باسي أو كراهن را بو أويك بيان رويك عندك يعني الروية أوان وايا كإيمان يعني بدم ببيه ولي بضل باور يعني نبيه
وهل مساقني اسمي آل ابنية؟ نعم اسمي آل ابنية يعني وسيلي سوق دانية؟ بالي ما أكري وما صدرت به بالي آخرنا أما أقر سوق به مثلا أقر هندين اسمي ما آل ابنية لا اسمي آلة إعلال منها لا اسمي آلة إعلال منها يعني شو؟ باش كبس كواتا أمني ما كأجوف لا أجوفني أو بتا لا أجوفي اسمي آلة إعلالية كواتا أو وما صدرت به القصة شاكا أشكري أما فمساقه به مساق مستري ميمي به أو سوقي أو واتهيناني أو ما صدرت به القصة أو لبيان مذهبه فسر مساقه كده بل مساق به مستري ميمي به وثاني السوق به السوق باشا يعني هنا نكي سوق كي سوق يعني أواك بدري تبر به هنري هنا نكي هل فقد أويك أيوي أخوائي فالوذيقار بهناني أوا بياني مذهب يعنك وتمهيد نفاقهم وأيوي نفاقك يعني دا مزرين يعني تمهيد نفاق يعنك وتمهيد نفاقهم يعني لبيان مذهبهم ولتمهيد نفاق أكريه وما صدرت به القصة لتمهيد نفاقهم مثلا ولهذا نزلكم أو بباشتراعاتك نبس المساق كاب يعني وما صدرت به القصة فتمهيد نفاقهم متواجبين تمهيد نفاقك يعني دام مزراندنا بباس بيان كردني أو بالي نفاقك هيانا فواتم ما دام كوابو فليس بتكريري أما لقل أواء تكرار مية حاربون أما إثل هو مورد نزولك رواية بنقوة حرشا أم رواية بلاي أهل حديث ونفل من دراوة ولقب إما إثلان يولي روية أن ابن أبي وأصحابه استقبلهم نفر من الصحابة ونقل كراوة ابن أبي عبد الله كر أبي وهاوري كامي كومل إبلا ياراني في غنبر بن أبي خوان للسربية لقال يا نار روبا روب انتيان جيشتن للرياء فقال لقومه انظروا خوي بها الركاني خوي بقوم دارو دستكي يتي تي فكر كيف أردوا هؤلاء السفهاء بذانك أأم بعقلانتان شون بودور خموة يعني شون رديانا كم طاليان دس يانتيا وأنيان وين لي أكم كباورن تبكن بزماني سيرينان خلقين كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم؟ شون وأنا ردكما أجاب سون أوها دواي أوكها أمجارة شون برو فيريانا وديارة هلك شون فأخذ بيدي أبي بكر رضي الله عنه لفيش مويانا كحالي أول خبنا بشان قولة تقول شو دسا ودسي لقل أوكي وقال مرحبا بالصديق سيدي بني تيمين مرحبا بالصديق باشا كالسيدي بني تيمكان وشيخ الإسلام وديار شيخ الإسلام يعني أستاذ لعالم الإسلام يعقيد لإسلامه شن سرتاي ترين مسلمان وثاني رسول الله في الغار صلى الله عليه وسلم ودوهمي في غنبرة درودي خالد يعني فرد دوهم لغن في غنبرة لغارك الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كسيك هم زيان وهم ماوي خوي لفيناي في غنبرة بخشيوة أبو نفسه ولي الباذل مفعول نفسك أنا جاي تأكيد باذل لا الباذل نفسه تأكيد الشيء وما له إنه ما لك عارفة درس النفسك من نفسه ما له خير في غنبر بخشيوة أم جدواي أو ثم أخذ بيد عمر رضي الله عنه بس عمر يقول فقال مرحبا بسيدي بني عدي مرحبا لسيدي بني عدي بالفاروق القوي فاروق القوي قوي لشيء في دينه لدينه خايا فرغم فرق قال بين حقوباتنا الباذل نفسه وماله أمش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه ختم يعني زاوية سيدي بني هاشم ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجي قال لك يا غنبر وأتأقل يا سائمة يا غنبر حساونك إن إنسانك عنك الحساوكين
ام سروكي بني هاشم فنزلت. بله 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 اها فنزلت جاء وك اما امر داور لدا ام اياتنا ضربوا جاء لبروار ام سورة بخرا هل سرتها وك في غمبر درودي خايل سربي شوتا مدينة اما ناظربوها دي معمولا ما هو يزور صار دو صار دواء وجاء مجال لصار دواء ميا سوى ما أبوه في غمبز ودي قايل السلبية لصار دواء ما أبوه كحضرت علي لقى حضرت فاطمة إزواجي كذي أبوه تزارع يوراي إذا زور لو حارتان بخشن دقي ويا أما كعمرنا ودير كلا وبفارق وأما نزور دواء أبوه لبر وفي أنواع للسلسلة الرواية كذا حتى كذاب تيايا متهم بكذب تيايا هذه موضوعها تقريبا ونهي ويتوب في موضوعها بعض ولبها الحال نوع الرواية إذا أجل أمجنبي اشتيكي لو قبيلة هو كاربو ناظربوني آياتا واللقاءو أمجال باسي لقوءك لقو معمولا مصدركي لقاء يا لقيون مثلا لقاءتي شاتا وكو مصدري مرات آخر معمولا مثل مرة أبيب الرسل فعلا دري بلان للقي القادة لقاءة هاتوا أو الشعر زبيارة واللقاء المصادفة لقابلتي لمصادفة مصادفة يعني ونرى التصادف توجبونيك توجبون روب الروبون يقال لقيته ولاقيته آخر لقاء هم بمثل ثلاثي مجرد أخوة هم بمثل قائم فعلش أخوة بله جاد يارا معمولا اگر ايس الاسي مجرد به ايما اوزنا مصدر معنى لشوينكا هيكا بو نفارو دوروازو ويسانو وكو ابا ايباءانو اوانا ولي امبو توهبونا برولا يك اسي مقر بغي اما حمل نقيق بو سر نقيق وزد بو سر زد متوازوين اخر دوري وقتي واكريكا حمل نقيق بو سر نقيق لكري ومعنى لسلو اساسيه مثلا كي بروزنين لقيته ولاقيته فهم ثلاثي مجرد أخوة فهم بذلك مفعلة أخوة باش جاته كي ألي لقيته يا كي ألي لاقيته ولا إذا صادفته واستقبلته زمانك توشي بلي برو بيريبتي ومنه ألقيته فردان بمعنى فردان كي ألي ألقيته ولا إذا فرحته زمانك فريبين هل لويا فإنك بطرحه جعلته بحيث يلقى حنك هربو فرد عليك ترشتك فردي او اشتداناوة لشوينه كيواغا كتوجبوني هيا كسيك دي بيواتوش يا بيه كتوالاتو خبيعي يعني دستان فرمدن خوتان فرمدن وليوا حنك بيك زعيدة اولا منظوري لدستك خلي دستك نيه بل كلالة تسميه كل باسم جزء حالوي يعني أصلح ولا تلقوا أنفسكم إلى التعلوكة هي أوبيح تأثيرك لو معنى نعم بل الأولى تأثير تأثير أوريك يا ظلام اللي حاجي قوري معناته معناته ما قوري أنا أوجاء وقتي بحيث جعلته يلقى وكو مثلا لآيتها معنى ألقي عصاك طيب يقول رجل سلمة حضرتي فريدة موسى يالي ألقى باغي ألقاش ما هي ألقى عصاك ألقى معاذيرة ولو ألقى معاذيرة با معذرتك عني ما ترحكع تشتغل فرداته أم البال وإذا خلوا إلى شياطينهم جاء أم خلاوة لشي هات ولا من خلوتو خلوتو بفلان يعني مثلا أما دي خلوة بجيشو بإلايشو بمينشو بمعيش متعدي أبيه ولا قشتي هربع ناياتي بي من خلوت بفلان وإليه يعني خلوت إليه كي جاء يجي مثلا خلوت بفلان يا كي يجي خلوت إلى فلان ولا إذا فردت معه زمان اللي قال أو فلانة تنياكوي مثلا أنت تاني مين كواتا وإذا خلو إلى شياطينهم وقتك لقل سروك كان يانا كان ياكوت شو إلينا السر الآن ونيا جوان أو من خلا أو من خلاك الزمون يا لهاتو مثلا خلاك الزمون هاتوا أي عداك
يعني الزملة ومضى عنك ولا توتي فرض كواتا ليوا بو قرارة أشياء مفعولة كي مفعول سريع محذوب يعني وإذا خلوا المؤمنين إلى شياطينهم يعني كأمانة مسلمانان يعني بجي هشتو برو شيطان كاني خوان برو سروك كاني خوان رويشتم أولي ديابا ومنه القرون الخالية ثم خلاك الزمون يعني الزم لتو قزشت الكبير لتو لايدا واتتو بيا يقني الزم كريم ومنه القرون الخالية وهر آلم خلاي بمعنى خلاك الزمويك قرون خالية يعني خالي أبي بسيفة بو قرن أوقت أجر خالي بو بسيفة بو قرن بمعنى قزشتين تي فربو شاكا يعني شرخة تي فربو كان أو شرخانيك تي فربون قزراون منفرد بون بعد نعم لرأيك معنى قزراوة يعني تي فربو تي فربون الرشدون لواء كان ياخوي كوتا أول لوقتك آيكا لخلاك الزمن ولي نجري أم جاران أو من خلوت به إذا سخرت منه سخرت منه يا لخلوت به وهاتوا شو زماني لخلوت يجي مثلا خلوت به يجي سخرت زمان إذا سخرت منه زمانك قاطي في أبكي مثلا وخواء نوع عربة علي خلوت به باشا خلوت به يا كلي واجي مثلا كم رابوات خلوتك من لقلكر هم خلوتك من لقلكر يعني كم رابوات سر من ناسري قعطم فيك زمان إذا سخرت منه حسنا قبل بإنكاد معناه مسخرية وتعني أو معناه أو أختي هم شوانية شنو ويدك كشوت من خلوت به فلانين أو معنين ذلك يعني أما أعلم مبارك كتير لغة كتير كا عرب زمانك مثلا كسيك مسخرة كان يجب خلوت به متواجبي يعني لقب يا كواتب بو قرار وإذا خلو باشا بالمؤمنين إلى شياطينهم مثلا زمانك أقل قلطيان كرد بإيمان داران يهر أوا خلو يعني قلطيان كرد جا قلطكيان منتهيبو ب يعني او قاوطة كردني اوان دريجيبو تاكاتي قيشتنا ولاي سلوتا كانيان اوى دريجيكيشا او اختي قالوا انا معكم وعدي بإلاء واخته باش اقر خلوت به بيه كمعنى سخرت منه قالوا بوشي بإلاء تعدى الكردو جاء اخر بتضمين معنى الانهاء يعني وإذا أنهوا إلى شياطينهم وتأجر وقت يقبى خالي دوائي قيشتن خالي آخر حالبي وتقيشتن بنهاية شنك أوان أعلن لكردي أشتيك أولا سر الرأي قا دولا أني قا يا مرخص كيف هو يكاب دي بشي يكاب دولا أما نسر الرأي أن كوية لا يسرك كان يعني أو إنها أولا أشلي بينو إنها يعني قيشتن بنهاية أنها يعني أو شتيها نا نهاية سلام الله سلام الله بابا وقتك يعني قيشتن بنقطة آخر أو معناياتها لبرويك بويك يعني ما إنهاية جدر مثلا أنها لباري إفعالة بإله تجاوزك أجأوه أم جارة والمراد بشياطينهم إذا خلوا إلى شياطينهم شياطين كان الذين ما فلوا الشيطان في تمردهم أوانوا على شيطانة وك شيطان وان لتشيا وك شيطان وان في تمردهم لسرفيتي كردنا باشا لو وكا بهيج قولوا قراركو بابند نابن جيرو بنين بهيجو تواجبين جير نابن جير وبن نابن قابن لهي جنين بوية ثانية أو بوجوري معنى كم فكما دي مرداء باشا بمعنى تيه ونويسانة خذ ببي وبجوري كيوا خذ بي نقرسيتو بشتو نقرسيتو
كواتا لتيا وكو شيطان وان لتمرد يانا وهو المظهرون كفرهم حالهم أو وهو يا وهم وهو وهم المظهرون كفرهم أما هو هيلة دا ولا هو اشتباه لنا هم جوانا هذي هم به وهم المظهرون كفرهم وأوان المظهرون بلى مظهرون جاي بلى بلى وهم المظهرون كفرهم يعني أمانة كشياطين أواني عن رؤساء أوانا أو أنه كفركا عندنا برد يعني بقى أشكرا كفركا خلان الرأي أنه إن الذين كفروا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أن لو تذيقهم أما أوانا بل وإضافتهم إليهم باشا أجر وايا أمام كفرك الظاهر أكن هو فرق يعني هي لقوا أوعدا بوشي مثلا إضافة كرياب ولا آخر وضميرهما كشياطينهم أو هما بو منافق كانت يتو شياطينك أو كثان كفرك الظاهر أكن أو عن كفر شعرنا فالجياواز يعني أي بو إضافة كرياب ولا أول أوه وإضافتهم يعني إضافة الشياطين إليهم بولا منافق كان للمشاركة في الكفر شاكا لبر خاتري اوايك هاو بشن لقل اوانا لكفرك اوا اما او يعني خير منظور من بالشيطان والمراد بشياطينهم كبار المنافقين قول منافق كان يعني زل كان يعني والقائلون صغارهم اوانا كوقساكتانا كان شكولا كان يعني خير وكان يعني متواجبين لشنو ولا وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شطن لا شيطان دو قول هيا إيك كان ويا الشيطان بالوزن فيعال أقر بالوزن فيعال به حرف أصلي كان شطنية لأمجر أقر سيغة لدروس كي مثلا تو شطن لبين الشينك وكيكا يكداني الشي هل تكيجداني لدوية طاكو أبيت الشيطان بالوزن فيعال باشا أجل الشاطيش به شاف الشياطيع شوطاء ركب شوير أجل لو علم جرف على علم يعني تواجبي هناك يعني الفنون كه الشيطان يعني يتأثر يوم هذا أبيت الشياطين نك شاف شنو أبو أجو أبوه وأبو أبو شوطان فني بس الشيطان أجل لو الشيط أو أصل كانت دي الفنون كه زائدة كده جاء الشيطان باعتباري الفنونك باعتباري عالمي عالمي الفنونك الشيء لقلبه لكي أمجا غير منسرفة تواجبه ويالي وجعل السيبوهنونه تارة أصلية على أنه من شطنة إذا بعوده كي عربي جن شطنة إذا بعود زمانك اشتيق مثلا دول كذلك فإنه بعيد لا شيطاني مناسبة لقل أو لغتك لقل شخمي بمعنى بعوده بوشي كنك أو بعيد عن الصلاح لا صلاح لا فساد ونزيكا كخروج لاعتدالة شاكا لا صلاح كدخولي في الاعتدالة لو بدولة ويشهد له قولهم تشيطنا وشاهديج أداء بو أعم بريارة يعني بو أم نزري سيبوهي قولي علف كيجن تشيطنا وكو مثلا تدحرجا شن لا أصلا يعني مثلا شيطانا وقدح رجليا كي شيطانا وكو مثلا بيقرة كواتا درك لواء يمي كمان يزهف كردوا بو إلحاق يكا زيادة يكا بو إلحاق زياد كراوة يجين شي يجين بابي شيطانا جادوا عيش نقرأ كيبا لبابي تدح رجاني ومزيد الرباعي أبدت شيطانا أول شاهد لسلا وكانونك أصلي بيو إسا وزني شيطان فيعال بي وأخرى زائدة باشا لما كان جاء عليه وجعل سيبويه نونه تارة أصلية يعني تارة أخرى زائدة جاري كثير نونه كيف زائدة على أنه من شاطة شاطة كيج شاطة إذا بطل زمانك باطل به يعني تفوشل به ومن أسمائه الباطل ويكيق لنا وكان الشيطان باطل حالوي
جاء وقت كأشنوب ولاي سلوك كاميان يجن شيء يجن إن قالوا إنا معكم براستي يا مهر لقل إيوين لشيء في الدين والاعتقاد لدين والاعتقاد خاطب جالرة وسؤالاك وجدت ما شاك وقت كنيروا بالربون لقل إيمان دارانا باشا نعم إنا مؤمنون بما آمنتم به مثلا قالوا آمنا بجملة فعلية آمنا يعني ولك هاتب ولا أما مثلا كان قالوا إنا معكم حالي مثلا يتا قالوا بقينا على دينكم مثلا ليس دينك كمان بجملة فعلية نعم كإنا معكم أي في الدين ولا تفادي خاطبوا المؤمنين بوشيوايا الله خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية والشياطين بالجملة الإسمية المؤكدة بإنه عليه لقل إيمان دارانا بجملة فعلية سيانكر وللقل الشياطين دا بجملة إسمية أو المؤكد بإنه ولأنهم قصدوا بالأولى دعوى إحداث الإيمان ثم بس أوان بأولك دعوى إحداث إيمان بو يعني بلا إيمان مثلا إيمان من لخو من نشان داوا لناخي خو معنا إيمان من در كردوا وكشون در چرو دركا حالي إيمان من در كردوا يعني إيمان من هناو شاكا فاكر وبثانيتي تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه ولما بس كان بدوا مكاويا تحقيق ثبات خويا أنت ما نوايا أمكن دي لسر أويك لسر يبون يعني حقيقة خويا أنت لخن بلى حقيقة يعني خويا مين يا مهلا سر نيازي بالتأكيد يا بويك هنا كان يباور يبقى يبقى رفيق كان يخويا باشا بلى أما ديالة أويك كجملة فعلية دالة برحدوثة باشا ولأوي تر مثلا جملة اسميك دالة برثبات لقد قال ظاهر وياك إيمان داران إنكاري أوانيانك يا حد يا قليل لما تردد يعني هيا لإيماني أوانا باشا كشيت ما شاكي بجملة فعلية هنا أما بغل أما ولأنه لم يكن له بغل باعث فلمك جاء عليه نيا لحالة أجارة أو شيطانة نش على إنكاري كارك أوان ناكن خو أختي كبير الله نقدر بجملة فعلية كبيرة هاي أوان هل بعورنا فيها كبيرين بفير شوالة يعني قال إيه مثلا أنت كانت ظاهرة ما شيء بلا غلطين يعني مختزاي ظاهري حالة نظر قريب أقر مختزاي ظاهري حالة قريبين أشياء تأكيد يعني بو لبرابر مسلمان أنا بكار بينا هاي تابع ورنا فيك بو لبرابر أواني إخوانا تأكيد يعني بكار بينا هاي تواجبين كشي عليه بفيت شوانا أو كاري عن كذوه جاء عليه لبر سي وجه بو وجه أول أويا أوان لكاتك تقسان لقل إيمانك أنا كير شاكا مدعيب بو إحداث إيماني خالص يعني إما إيماني خالص ما نهاية فاستنها أو نكافي بو كهر شتيت وابلن كدلالتك لسر تنيا حدوثك لسر تجدد ببيئة ما كتأكيد كان بشيء إلا مؤكدات بوشي كنو كلامك ابتدائية لزعمي خويا أنا وافكرك أنا بغي أو وقت بنظر ولا قصي خويا على أمان بغي مثلا أجر وقت يجي احتياجي بتأكيد بو أوان لصددي أواب وأن كرد إنكار إيمانه خوان لنانا بدرس المسلمان المنكرين برام لسدد ربي إنكار أمين لسدد ربي إنكار أمين أو جالبا بل كو لسدد ما تحكرني دعوة كان دعوة أبي بلا وما تحكر يجاد وأي يا قبولك ريا إنكارك ري باشا إسان صومانان منكري منكري أو أي كعوان إيمانيا هي وأمانا برام أوان كعوان آمنا لسدد ربي إنكار أمين تا كلامي مؤكد بكار برن بل كل سرد ترحي الدعوات أنت متوجبين؟ بلي تزبوين لبرابر أوا تأكيد يعني نكر جوا أما أو بلي أما أقل أوي وقت كواش يعطيني دي لك إخوان مثلا نزل قرنو أمانا باشا أوان قبلا لسرعو دي نبون إستا
لوانه شك وتردد حاصل بو بي لوا كلسر باوري رابرون با امان انكارشي نكر يعني هرچن امان مثلا منكر جنبن ولي بمنزلي منكر دا امرين يا مثلا هرچن امان سائلي متردد جنبن شنو زمينة مساعد بو اوان شون اظهار ايمان ينكردوه بظاهر وانيا وتيانا امننا ليرا ام تردد حاصل بلي بالراس يعني لدينك اخوان دسيا حضر شوية المسلمان وبيت حالي لا هو أويا جاء أويا كعليل بابا أها هل أويا هل أقصيك أخوانك أما ديارة دليل يكبين كواتب ويكاني أويا كذوا كنك بجملة أول أوان قصدي رد إنكار يعني هرسل إنكار هيا باشا بلكو قصدي دعوال إحداث إيمانيا هيا وبدو مكا تحقيق السبب لما كانوا عليه حرفا امان انكار النيه ولم كن زمين مساعد وبو انكار يا زمين مساعد وبو تردد ام وان تاكيد كعب ويهمي اما يدليل بل قيد ولي انه لم يكن لهم باعث من عقيده وصدق رغبه فيما خاطبوا به المؤمنين باشا ووجه دو مكي اويا اوان بويا او يوالق الايمان دارانا وكان بتاكيد وانا ينوت شن كان محرك يقنيه كهل يعني لس تاكيدك حلوى تقريبا او شك ايضا امنا ببيغاري ايضا حالوين يعني مثلا دانا مزرعون لسري ثابت وانا او تاكيد او انا بكل ولا تركي تاكيد يعني كذوة باشا شن تركي تاكيد وقتك تركي تأكيد تنجاري وهي نامانوه إنكار كي يعني تركي تأكيد كلاوة لبر عدم إنكار وجاري وهي كتأكيد ناكي لبر أوي كباعث محركني لجهة متكلمه شتين يطالي فيه وليبو تأكيد بس ما شاك ليرا دو لدو مرحلة ما تركي تأكيد كي يتيب نامانوه رد إنكار كي نو إنكاري مثلا ممكن إنكار هر نبي يا بيش بي إما نعم أنا الرد إنكارك بكينه جاءت مشاكل اللي وات عدم تأكيد هي عدم تأكيد تبغى شيء ترك تأكيد ما نكذوا لبر عدم إنكاره أما جاري وهي كتأكيد ناك متكلم باشا باعث محرك يجني وادار كاب تأكيد يعني ضليب ومثل ذيك أيضا في خوزنية أو متوجبي لبر أويا أوي ما نكذوا أما ديارة ما نوي لسر بكيش وانا اويكل مثلا اويكا لقال هنا كان عيوه لقال الشياطين يخوي عيوه ضريبه وخوشة هل لسري ما وثوه أما با وأم جارة ولا توقع الرواج الدعاء الكمال في الإيمان على المؤمنين من المهاجرين والأنصار وأمزار توقع الرواج ادعاء إيمانك شيني مثلا هي ادعاء كمال لا إيمانه آخر نية قال تأكيد بك كمال إيمانك يعني خب أبي لمخاطبك يا وقتك ادعاء كمال إيمانك لمخاطبك يا أو بديك كبال أم كمال إيمان من الله أو بروي هي أو أسا لواء أثن باوري بأصل إيمانك نية مثلا مسلمانك نية مهاجر وأنصار وأمانة باشا لقل أمانة روبرون هر بأصل إيمانك شيئا باوري نية شو جاي أو بكمال إيمانك عن الدعم كتأكيد كردائي كمالك يعني لبر أو مثلا تأكيد نكربوها باشا كواتت مشاك ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة وصدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين أما ديالة باعث يعني باعث كان نبوة شتيكا هل يعني دنيا يعني هل نريك يعني نبوة هل نريك يعني نبوة جائسة هل نريك عقيدة به يعني باور به صدق رغبة به رغبة يعني علاقة من دي يعني علاقيك راستي آه متوجبين لشيء فيما خاطبوا به المؤمنين أو أوان نبوة أم جارة أوش النبوة ولا توقع الرواج ادعاء الكمال في الإيمان على المؤمنين وشاورواني أوش النكر دوا كأم ادعاء كما كإدعاء إيمان لكمالا ك
كإدعاية كمال لا إيمانا كما تأكيد حاصل أوي لسر إيمانا كان رواج فيها لسر إيمان دارات لا مهاجر ولا أنصار بخلاف ما قالوه مع الكفار لاشا وبيت شواني أوي كألق الكافر كان سنك أو باعث يعني بقوا لعقيدة لصدق الرغبة فاز أكرام مثلا تأكيدك فما أم جارة وجه سيامك أغير أغير لخطاب إيمان دار نبيك إنا مؤمنون باشا أبو بإدعاء كمال إيمان دارة هل أول أغير يعني بإدعاء كمال إيمان أو المدر أو الرواجيان أو كنابر يعني مثلا أو انتظاران منه فاز أولا توقع ولا توجه سوامك فاز لبر سي دليلة كجملة فعلية بدون تأكيد عن بكاذر دولة برابر لصمانة بلغية كما ويا ليوان ما بستيان شيا رد إنكارنية ما بستيان ترشي دعوايا يعني أيوي إحداث دعوى إيمان إحداث دعوى إيمان حربي يعني أما كارن إيمان أنا هي أو ما تحكي يا ديارة بيت دعوى تحكي نجاد وأي إنكار كري عرض كري والله بيان بوانا دعوى أما هي كمية بلان لبران برا ممكن أوان لدى يعني كافر كان وشن أمان آمن ناكر تردد بوان حاصل مولي قبل إيوارا مثلا ردي أو تردد أبي بكري توقع بيتا نوعي طلبي لك لعبه لا أقدر أقول إنكاريش بيه بلي والله شو كده دو تأكيد معناه أما كجملة اسمية ولا لا كيشو مثلا تأكيد كبا إنك راوة توا هوش خوي قصيك كبلي عن لواني آن جن حد إنكاري أو كأمان ما بيتنا ولا سر إيمانك مجبور أو كارك دوام أويا بعثك آن عقيدة وصدق الرغبة كأنية تفعل ينتهي وبني بو أويك إيمانك تأكيد كان يعني بي على قمند مين بويك أيضا حاربي هل أو نشكا أو إنها مانا كافية أكتئي سيهم يجعوه يا مثلا أوان فرزا أقل بمؤكد بغياني أو تأكيد دليل لسر كمال إيمان دي كمال إيمان إيش أمان شاورواني أواني يعني لقل إخوانا أو سيولي لقل إخوانا كردوها باوان بأصل إيمانك باورناتا إيسا باوريا ببا أو تأكيداتيك أما بيغي فاستأكيدك بأنرخ أنجيزيك يعني أبو تأكيد بلان لبلا برأوان ترابع أمجا زوري شامفية مهمية مسلمان مثلا باور كان يعنيك حاربي وكوالي ولبو أواني تلشون كان في باورك إخوان مانو زوري شامفية مهمة حتما سعيا كان لسلوك أو باور ربني لين رجال دي بس ما بتاعنا أنا والله ماشي هدوية جارعي إنما نحن